ترى البنت رحمة، بنت الله عز وجل حتى لما قدم يهب لمن يشاء إناثة، قدم الأبناء على الإناث على الذكور، لأن الهبة تأتي من الرحمة. البنت أرحم من الولد 100 مرة، ولا مقارنة في هذا. لن تجد أرحم من البنات لأبيها ولا لأمها. من ليس عنده بنت لا يعلم معنى الأمومة. الأم ما تعلم معنى الأمومة من لا تملك بنت. والأب من لم يكن عنده بنت، بنت يربيها، لا يعلم معنى أن يكون أبا. لأن الأطفال حينما خلاص 12 سنة 13 سنة يبدأ يميل لأصحابه، ثم يخرج مع الشباب، ثم يتزوج، ثم يبدأ. إلا البنت تحوط حول أبيها وأمي. حتى لما تتزوج البنت أين ستذهبين؟ عند بيت أبي، عند بيت أمي. البنت غير، البنت غير، رحمة سكينة. البيت الذي ليس فيه بنات تجد معاملة فيها قسوة، البنت تضيف عليهم رحمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى حقل البنت، بل